صدقني بالله غير واش حابين نقول لك، هي توجور مول الانهزام يكون انتقادات لاعبين، يكون انتقادات للمدرب، يكونوا بزاف امور. انا نقول لهم ما لازمش تتقلقوا، ما لازمش نحكموا اول انهزام نحكموا على اللاعبين ولا على المدرب. ما ننساوش بلي انا نلعبوا في تيرانات، هذه ما نساوهاش. ما نساوش التحكيم اللي راهو حقرنا، ما نساوش المشاكل اللي ديمارت بها الفريق واللي راهي مازالها تتخبط فيها لحد الساعه، ما نساوهاش. لو كان نقولوا الفريق راهو في اريحيه وراهو في لاستابيليتي وامورات كل حاجه في بلاصتها، وي راني معاك جيت حاسبني. مي الفريق هذا طلع الصعد جديد هذا الموسم، انا واش نقول لهم؟ نقول لهم ديروا ثقه فينا وصبروا، وباذن الله بالك تكون العوده تاعنا على مده 15 يوم نعاود نولوا الميدان تاعنا، وان شاء الله باذن الله النقطه ما تزيد تخرج من الاربعه باذن الرحمن.